نائب هل ستسمح ببناء الحسينيات بالزرقاء؟ لأنه هو صار في مفاوضات أو صار في عروض لبناء حسينيات في الزرقاء، فكان الجواب إنه مي شو هي الحسينيات؟ الحسينيات هي أماكن عبادة ظاهرا لمن ينسبون إلى عائشة الزنا، ويلعنون أبو بكر ويلعنون عمر. أبو بكر الصديق هو الصحابي الوحيد من بين 124 ألف صحابي، الصحابي الوحيد الذي ثبتت صحبته بالقرآن، إذ يقول لصاحبي لا تحزن. فكيف نفتح أو نسمح أن يكون هنالك أوكار لاتهام السيدة عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا؟ اتهمت، ولعن أبو بكر لعن عمر. كيف ممكن نسمح إحنا ببناء أوكار تكفر 124 ألف صحابي ما عدا 17 صحابي؟ الشيعة يقولون أنه أصحاب النبي ارتدوا بعد وفاته ولم يبقى على الإسلام سوى 17 صحابي. كيف نسمح لناس يعلموا أولادنا بكرة باسم العبادة ومحبة آل البيت أن ينشر مثل هذه الأفكار داخلنا؟ التقارب السياسي موضوع آخر، يعني ممكن نتقارب مع الصين، مع روسيا، مع الهند، مع السند، هذا موضوع آخر. تصير تقارب مع إيران، مع هذا موضوع سياسة. لكن في الجانب الديني مجتمعنا يحتاج إلى تحصين. لا يجوز أن نسمح أن تكون هنالك زيارات دينية شيعية تتم فيها الطقوس الشيعية عند سيدنا جعفر أو مقامات آل البيت. فأنا بقول يجب تحصين مجتمع ضد، ولو كان في إغراء مالي، ولو كان في تقديم مساعدات، ولو كان، لأنك تتحدث عن مقتل من مقاتلنا إذا سمح في يوم الأيام أن تتم مثل هذه الزيارات للأردن. السياحة الدينية كلمة حق يراد منها باطل. السياحة الدينية ظاهرها أنه أئمة البيت تعال خنزوهم، هاي ظاهر الكلام، بس حقيقة الأمر هو البحث عن موطئ قدم. ولذلك أنا مش مع وجود جروبات سياحة دينية. هلا واحد دخل على الأردن بأي مصلحة من المصالح، تجارة ولا غير وزار، ما تقدر تمنع واحد أن يزور سيدنا جعفر، لا سني ولا شيء. لكن أن يتم تنظيم زيارات تسمى زيارات دينية، لا مش مع هذا الكلام مطلقا. ولو تحجج بعض الناس بالوضع الاقتصادي وقال هذول تجيبوا فلوس، لأن عقائدنا وجيلنا اللي طالع أولى من المال. الوجود مثل هؤلاء الأشخاص سيهدم بلد كامل بحجة محبة آل البيت. اليوم لا تستطيع أن تدافع عن أحد بعد اللي شفناه في العراق. اجتنبوا كثيرا نظن إن بعض الظن إثم، عشان في بعض الظن إثم قال لك سيبك من الظن كله. اليوم لا تستطيع أن تقول شيعي صح وشيعي غلط. احنا وجهة نظرك التالي، كل من ينادي بعقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة يجب أن نكون على حذر منه.